بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وعلى بركة الله. إذن مشاهدينا متابعينا الكرام، تابعنا الشوط الماضي، تابعنا شوط الشاهينية مبارك بن يعان بن سالم الشامسي صاحبة التوقيت الأفضل 2:08. تهانينا والناموس. انتقلنا إلى الشوط الرابع بمجموع هذه الأشواط. الشوط الرابع يحمل فئة الجعدان. نتابع الصدارة والمركز الأول. شاهين مع المركز الأول محمد بن مبارك بن عيلان المهيري، بينما المركز الثاني يتقدم في هذه اللحظات، يتقدم بهذه الأثناء هنا شاقي شاقي مع المركز الثاني بشعار سالم بن حميد الصقعون اليحافي يقدم لنا شافي. المركز الثالث وصل شاهين سعيد بن سليم بالأسود العامري يقدم شاهين، بينما المركز الرابع شوف اللي واصل مع المركز الرابع بهذه لحظات شاهين سعيد بن علي بن محمد. سعيد بن علي بن محمد النعيمي قادم وشعار حمد بن سعيد بن مبارك المنصوري، ولكن نعود إلى الصدارة. ننطلق مع بن عيلان في مقدمة الشوط. شاهين مع المركز الأول محمد بن مبارك بن عيلان المهيري يقدم لنا شاهين والسلالة الشاهينية بالفعل مع هذا الانطلاق المميز. والسلامات بتروح الرميله، الرميله بالفعل مع هذا الانطلاق، انطلاق شاهين. سلام بن عيلان، سلام. تهانينا والناموس لمحمد بن مبارك بن عيلان المهيري. المركز الثاني دخل فيه ايضا شافي سالم بن حميد الصقعون اليحافي. المركز الثالث شعار بن ضبون، ايضا سعيد بن سليم بن ضبون العامري مع شاهين في ثالث الأسماء. المركز الرابع مع لجنة الخط بالفعل مع هذا الانطلاق. نعود بالتوقيت الزمني، توقيت شاهين 2:12 سجل معنا شاهين محمد بن مبارك بن عيلان بن عبد الله المهيري. تهانينا والناموس.